مساء الخير في حلقة جديدة من برنامج زي أي يوم. زي أي يوم بنشوف ناس كتير بتحاول إن هي تشتهر بطرق كتيرة، فيديوهات على النت، ترندات، محاولات كتير. فاكرين مسلسل لهفة وشخصية لهفة الحلواني اللي كان حلمها الوحيد هو التمثيل والشهرة؟ المسلسل ده نجح بشكل كبير جدا، ويمكن من أهم أسباب نجاحه إن نتكلم على حلم عند الآلاف أو الملايين من الناس، حلم التمثيل والشهرة. كل واحد فينا في حياته وحواليه في شخص او اتنين او اكتر نفسهم يبقوا ممثلين ونفسهم اكتر يبقوا مشهورين. والحقيقة ان التمثيل حلم المواهب كتير، ممكن تبقى مش عارفة بداية الطريق منين، ممكن كمان يفضل مجرد حلم لو معرفش مكان السلمة الاولى في طريقه. في ناس كتير بتستنى برامج المسابقات علشان تمثل، وناس تانية بتروح لمكاتب الكاستنج علشان يطلعوا في اعلانات، وناس تانية بتستخدم السوشيال ميديا علشان تبين موهبتها. واكيد اللي بيبقى عاوز ينجح بالذات في مجال زي ده بيحتاج سعي وصبر كتير، بيحتاج كمان تدريب ومذاكرة. ومن هنا بقى في دور كبير جدا لورش تدريب التمثيل في مصر وفي العالم كله، واللي بدأ منهم نجوم كبار في الساحة الفنية. علشان كده النهاردة احنا هنتكلم على فن التدريب التمثيل، بداية من مرحلة الطفولة واحنا لسه بنشاور على الموهبة، وحتى بعد مرحلة النجومية، وهل وقتها بيفضل التدريب على التمثيل مهم ولا بينتهي دوره؟ ده اللي هنعرفه النهاردة في حلقتنا مع مجموعة من الأكتين كوتشز مدربين التمثيل. بس قبل ما نبدأ تعالوا نسمع رأي الناس لما سألناهم، هل تحب تاخدوا كورسات تمثيل أو عزف أو غنى علشان تنموا موهبتكم؟ تحبي تاخدي كورسات تمثيل أو عزف أو غنى؟ انا انترستد في العزف بالذات الفايولين، يعني بحب العزف، بحب البلي دانس قوي، موسيقى، بيانو. لا صراحه لا، لان انا ماليش في الكلام ده، يعني تمثيل. احب ان اخد كورس رسم تمثيل مثلا، تمثيل. احب اخد كورس تكنيكال احسن، يعني بحس ان هو اعتقد هيفيدني اكتر في الكارير بتاعي وكده. يعني بحب التمثيل، تمثيل شويه بحب. كورس مثلا موجوده للجيتار مثلا، الكتريك جيتار وكده، مهتمه جدا بيها طبعا، يعني عشان ده مجال دراستي. بصراحه انا وانا في ثانوي كنت عندي شغف في ده اكتر. في ممثلين معينين كده بحبهم، فهم يعني شبه دوتي شويه، بحب اتفرج على الحاجات دي قوي عشان الرسم فيه فكره، يعني فيه ابداع. بحس الموسيقى بتعبر شويه عن الحاجات اللي احنا عايزين نقولها. واضح ان الحس الفني عند الناس عالي جدا، وفي كتير منهم عندهم مواهب مختلفه، لكن قبل ما ياخدوا خطوة زي دي لازم الأول موافقة أهلهم. وهنا سألنا الأهالي إيه نوع الكورسات اللي تحبوا أولادكم يدرسوها. تعالوا نشوف قالوا إيه. إيه الكورسات اللي أنت تحب تديها لأولادك غير اللغات؟ البرمجة، الذكاء الاصطناعي، أي حاجة للماركتينج، أهم حاجة الرياضة. أحب ياخد برمجة، كورسات رسم، عندي بنتي موهوبة في الرسم ما شاء الله عليها. يعني الرياضة طبعا، الاي اي، الحاجات اللي بتخص الكمبيوتر والايباد واللابتوب، سوفت سكيلز واتش ار وورد واكسل، تصميم بس غير البرمجة، التصميم بتاع البرامج بتاعة الكمبيوتر، جرافيك ديزاين مثلا، حاجات خصوصي بالارت يعني او ميوزك. أحب ان هم يبقى معاهم ماث. اشمعنى البرمجة؟ لا هي المستقبل، هي دي الحاجه اللي فعلا محتاجاها الدوله دلوقتي عشان هو ده الفيوتشر اللي جاي. كل رياضي يحافظ على نفسه ويحافظ على جسمه وعلى حياته، الرياضه اهم حاجه. يعني كل الحاجات دي هي اللي عامه دلوقتي بقوا بيستخدموها في كل حاجه، بحس انه بيخليهم اذكى، بتوسع افقهم، بتعلمهم بعد كده بيبقى عنده اكسبيرينس كويس لاي حاجه، بيفتح افق اوسع لمجال شغل، مجال دراسه افضل.